السلام عليكم حبايبي الحلوين الشطار، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقتنا النهارده حلقه ممتعه جدا جدا جدا، بس قبل ما ابدا اقول لكم هي عنوانها ايه، عاوزاكم كده تقولوا لي حاجه حلوه قوي. مين فيكم يعني نفسه يطلع ايه لما يكبر؟ يعني كل واحد فيكم نفسه يبقى ايه لما يكبر؟ ابعتوا لي بقى وعرفوني. ماشي، يلا كده نبدا مع بعض. عنوان حلقتنا النهارده في العمل، هنتكلم فيها عن المهن المختلفه في حياتنا. يلا شوفوا الصورة اللي قدامكم دي وقولوا لي دي صورة مين؟ ممتازين، دي صورة خباز. الخباز يا ولاد بيشتغل فين؟ بيشتغل في المخبز. طيب عشان يعمل الأكل بتاعه أو الخبز أو العيش بيستخدم إيه؟ محتاج خلاط. طيب الخلاط ده بقى بعد ما يعمل العجين أو يعجن العيش بقى بيدخله جوه إيه؟ الفرن عشان يتسوى، وبعد كده بقى يعرضه في المخبز بتاعه ويتباع للزبائن. طيب ده كده الخباز. تعالوا نشوف الوظيفة اللي بعدها، الجزار. الجزار يا ولاد بيشتغل في محل الجزارة، وبيحتاج ايه؟ سكين عشان يقطع بيه اللحوم، وبعدين يحطها على الميزان ونعرف بقى وزنها قد ايه، وماما تجيب لنا احسن لحمة وتعملها لنا في البيت. طيب تعالوا كده نشوف اللي بعده مين، الصراف. الصراف يا ولاد اللي هو بيكون في البنك، بيقابل الناس وبياخد منهم شوية معلومات وبيانات ويعمل لهم حسابات بنكية، أو لو حد منهم جاي يسحب فلوس بيديله الفلوس اللي هو عايزها. طيب الصراف شغال في البنك وبيقوم بقى بحساب النقود باستخدام الآلة الحاسبة، وكمان بيدي المبالغ النقدية باستخدام الكمبيوتر، يعني بيكتب الفلوس على الجهاز بتاعه يعني. طيب ده بقى مين؟ ده الميكانيكي. الميكانيكي بيشتغل في ورشة السيارات أو ورشة الميكانيكا يعني، ويقوم بقى بيغير إطارات أو اللي هي العجل بتاع العربية بالمفك، وبيحتاج كمان قمع. القمع ده عشان يغير أي زيت في العربية، وممكن لو حابب يزود مية للعربية بيحتاج القمع برضه. طيب تعالوا نكمل كده مع بعض. يبقى الجزار شغال فين؟ في محل الجزار، وبيستخدم إيه يا ولاد؟ بيستخدم السكينة عشان يقطع اللحم، والميزان علشان يوزن اللحوم. طيب تعالوا كده نشوف الخباز شغال فين؟ شغال في المخبز. طب بيستخدم ايه يا ولاد؟ بيستخدم خلاط علشان يخلط بيه المكونات ويدخل بعد كده العجين بقى والخبز في الفرن. تعالوا نشوف مين تاني، الميكانيكي. الميكانيكي بيشتغل فين؟ في ورشة السيارات، وبيستخدم ايه؟ المفك عشان يغير اطار السيارة. طيب الصراف بيشتغل في البنك، وبيحتاج يستخدم آلة حاسبة عشان يعد النقود أو يحسب الفلوس. تعالوا نحل النشاط ده مع بعض. اقرأ النص التالي وضع خطا أسفل المكان باللون الأزرق، يعني أي مكان هنحط تحته بلون أزرق خط يعني، وأسفل الوظيفة لون أخضر خط برضه باللون الأخضر، وأسفل الأدوات لون برتقالي. تعالوا كده نشوف، هذا محل بيع اللحوم، يبقى ده كده مكان ولا وظيفة ولا أداة؟ ده مكان، يبقى هنحط لون أزرق، يبقى نحط محل بيع اللحوم خط أزرق تحت. حيث يعمل الجزار، يقوم الجزار بتقطيع اللحوم باستخدام سكينة. طيب فين الوظيفة؟ الجزار، يبقى هنكتب أو هنحط تحت الجزار لون إيه؟ خط لونه إيه؟ أخضر. برافو عليكم، يعني هنا الجزار لون أخضر، وهنا لون أخضر، وهنا خط برضه باللون الأخضر. طيب وهنحط تحت الأدوات خط باللون البرتقالي. طيب تعالوا نكمل الأول. بيستخدم الجزار ايه؟ ميزانا لوزن اللحوم، سكينه، يبقى دي كده الادوات اللي هو ايه يا ولاد بيستخدمها. عندنا اول سؤال بيقول ايه بقى يا حبايبي؟ صل كل مهنه او وظيفه بمكانها الصحيح والادوات اللي يعتمد لها. تعالوا كده نشوف، ده المكان، دي الوظيفه، ودي الاداه. طيب المكان ده ايه؟ اول حاجه شكله كده ايه؟ برافو عليكم شطار، شكله كده ايه؟ ورشة سيارات او ورشة ميكانيكي. يبقى مين اللي هيكون شغال فيها او ايه المهنة اللي هتكون فيها؟ ممتازين، هيكون ميكانيكي. طيب الميكانيكي هيحتاج ايه بقى؟ شطار يا ابطال، هيحتاج المفك والادوات بتاعته بقى. طيب بعد كده ده ايه؟ باين عليه كده مكان فيه مخبوزات كتير حلوة، يعني شكله كده محل مخبوزات. طيب مين اللي هيشتغل فيه؟ أكيد أكيد الخباز، إيه الجمال ده؟ طيب والخباز بقى هيحتاج إيه عشان يعمل بقى العيش والفطاير الجميلة اللي بنحبها كلنا؟ هيحتاج أكيد الخلاط أو مكنة الخلط بتاعته أو العجان. نشوف السؤال اللي بعده بقى، نفس الكلام يا حبايبي،
بصوا كده، معانا المكان والوظيفة والأداة. يلا كده نشوف البنك، مين هيشتغل في البنك؟ أكيد الصراف أو المحاسب. ممتازين. طيب هو هيحتاج إيه بقى؟ برافو عليكم، هيحتاج الآلة الحاسبة والكمبيوتر. طيب والجزار ده إيه؟ ده كده محل الجزارة، هيشتغل فيه مين؟ الجزار. وهيحتاج أكيد السكينة والميزان. شطار جدا، أنا مبسوطة منكم خالص. تعالوا كده نحل سؤال كمان. هنوصل كل مهنة بالمكان اللي شغالة فيه. المعلم يا ولاد بيشتغل فين؟ ممتازين، بيشتغل في المدرسة. أما بقى الخباز بيشتغل فين؟ شطار، بيشتغل في المطعم، أو حتى ممكن يشتغل فين؟ في المخبز. والطبيبة أو الدكتورة بتشتغل فين؟ برافو عليكم، أكيد بتشتغل في المستشفى. يلا نشوف السؤال اللي بعده. طيب الميكانيكي بيشتغل فين يا أبطال؟ بيشتغل في ورشة الميكانيكا، برافو عليكم. يلا يا حلوين قولولي، وده مين؟ الصراف أو المحاسب، أكيد هيشتغل فين؟ في البنك، برافو. تعالوا نشوف سؤال كمان. من أنا؟ يلا نشوف، أنا أطبخ الأكلات، أنا أعمل إيه؟ أنا شغال إيه يا ولاد؟ محاسب ولا خباز؟ برافو عليكم، شطار جدا، أكيد خباز. يلا السؤال اللي بعده. أنا أخيط الملابس، أنا أعمل إيه؟ برافو، أنا أعمل خياطا، أنا خياط. طيب اللي بعده. أنا أعلم الأطفال، أنا أعمل، أنا شغالة إيه كده طالما بعلم الأطفال؟ معلمة. طيب السؤال اللي بعده، يلا أسرع يا أبطال اسبقوني كده يا شطار. أنا أقوم ببناء البيوت والمصانع، أنا أعمل، برافو، مهندسة. يلا كمان سؤال. أنا أقوم بإصلاح السيارات، أنا أعمل إيه؟ ميكانيكيا، أنا ميكانيكي، برافو عليك. يلا اللي بعده. أنا أعالج المرضى، أنا أعمل، ممتازين، أكيد طبيبة، برافو. طيب عايزين دلوقتي هنحل برضو سؤال، بس مش من أنا بقى، هنقول إيه، هنختار الأداة المناسبة لكل مهنة معانا. يعني يستخدم الطباخ إيه يا ولاد، خلاط ولا سماعة؟ برافو عليكم، أكيد هيستخدم خلاط. يلا كمان سؤال. بيستخدم الصراف إيه، الآلة الحاسبة ولا المقص؟ برافو عليكم، شطار خالص، الآلة الحاسبة. وبكده يا حبايب قلبي تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة السكول. أشوفكم على خير.